مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الدفاع الجوي السعودي يرصد صاروخا من نوع بدر أطلقته ميليشيات الحوثي في اليمن باتجاه نجران وسقط في منطقة صحراوية. ضابط عراقي في جهاز المخابرات العراقية يقول أن أبو بكر البغدادي يتنقل برفقة 5 أشخاص بينهم نجله وصهره على الحدود السورية العراقية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحط نظيره الإيراني على احترام الاتفاق النووي الموقع في 2015 بشكل كامل بالرغم من قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه. تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعا للشرطة الأفغانية في العاصمة كابول. فريق دولي من علماء الفلك يكتشف كوكبا صغيرا يعتقد أنه ما يزال في طور النمو.